إخواني أخواتي مرحبا بكم، كنرحب بكم في القناة ديالكم ونتمنى لكم تقضيوا معنا أوقات طيبة وسعيدة ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله نقدم لكم اليسير ديال السيترون رائع، يعني طريقة مقادر والنتيجة مبهرة بإذن الله. صحاب اللي كيعجبهم السيترون ها هو الديسير ديالكم، ديسير كيبان فيه السيترون 100% قاصح زوين، المذاق ديالو زوين، يعجبكم 100% ان شاء الله. نتمنى منكم تمشيو تشوفوا المقادير وتشوفوا الطريقه وتتبعوا الفيديو باش تاخذوا نصائح ان شاء الله، لان هذا غادي نقدروا نصوبوه، مي خصنا طريقه باش نصوبوه، ماشي بحليب عادي. غادي تشوفوا في الطريق في الفيديو اش من حليب غادي نديروا فيه باش نحصلوا على هذه النتيجه، باش ما يتهرش لينا الحليب. شحال من واحد كياخذ السيترون كيخوي على الحليب، النتيجه ان الحليب ديالو كيرجع كله مهرس. الطريقه ها هي هنا والنتائج ها هما هنا. مرحبا بكم. عندنا واحد لتر ديال الكريم فريش، واحد 250 غرام ديال الحليب، واحد جوج بيضات، واحد 120 غرام ديال السكر، عصير ديال ثلاثه الحامضات كبار او اربعه الحامضات متوسطات، عندنا واحد 80 غرام ديال المايزينا، عندنا لاروم ديال السيترون، واحد ملعقه صغيره تقريبا 15 غرام. على بركه الله غادي ناخذ الحليب ديالنا، هو اللي غادي يدور الاول. السكر، مايزينا، البيض والحامض. غادي تسولوني علاش هاد الحام هاد الحليب ملي نخوي عليه هاد الكميه ديال الحامض ما يخسرش؟ ما غاديش يخسر، لان هاد لاكري هاد الحليب خصو يكون باستوريزي، ما يكونش عادي، ما يكونش حليب عادي. الا كان حليب عادي عولوا عليه يخسر لكم، يعني غادي نديرو حليب باستوريزي. هو الخليط ديالنا كما كتشوفوا هنا، ما تخافوش الخليط ديالنا يخسر لنا نهائيا، خصنا غير نخلطوه باش داك البيض يتحل، يعني يندمج مزيان مع هذا الشيء باش ما يجيكمش محبب. هذا هو الباز، دائما تخلط مستمر من فضلكم. دينا يعني هذه واحد 5 دقائق وانا كنحرك فيه، ما نطلقش معاه نهائيا حتى تجمع، حتى يتجمع ان شاء الله عادي يمكن لي نحبس ونطفي على البوطه ديالي. ها هو بدا كيتقال شويه كتحسوا به، ها هو انتم كتشوفوه، ها هو بدا كيتجمع، شفتو؟ ها هو بدا يتجمع، هاكا بارك عليه، هانتوما شفتو كي كيجي؟ كيجي بحال هاكا. وهذا السيترون، يعني بيك سيترون بيكونت، يعني كحا كيبان مزيان. هاديك الكمية د الحامض، هنا غادي نديرو لاروم د السيترون. غادي نخلطو هاد الشيء هكا، ها هو غادي نحطوه في الجن ونطلعو على الكريم ديالنا. الكريم ديالنا فيه السكر، محتاجوش نضيفو ليه السكر، نطلعو شوية هي غادي نطلع لينا الكريم ديالنا. نحركو هذا شوية باش يبرد شوية، ما نخليوش سخون، ما نخلطوهمش سخون، لأن إلا خلطناهم سخون هذا غادي يدوب، إلا خوينا هذا دروك هنا غادي يدوب، هذا ما خصناش يدوب، خصنا هذا نبردوه مزيان قبل ما نخلو به. هذا شوية كنخلطو مع هادي.
ندير كل شيء، ما نخلي حتى حاجه. نخلطوا هذا الشيء ديالنا، نخلطوا غير هكا خفيف. باش ان شاء الله ترجع لنا موس بحال الشكل ديال الموس. انا غادي نجيب التراب اللي غادي يعني خلط لينا مزيان بطريقه دائريه دائما. الموس ديالنا شوفوها كتجي خفيفه بزاف، هادي بحال الشكل ديال الموس. غادي نخلوها في هاد الكويسات الصغار ديال البلاستيك اللي يمكن كنديرو فيهم الفلون. هذا كنخليوه يبرد مزيان مزيان، هذا خصو يبرد مزيان. ان شاء الله غادي ندخلوهم يبردو، كنضربو بهم بحال هكا باش يجينا مقاد، وندخلوهم يبردو مزيان يكونجلاو مزيان تقريبا. مرحبا بكم اخواني اخواتي، هذا هو الديسير ديالنا ديال السيترون الرائع. نتمنى منكم تجربوه، غادي يعجبكم طوب ديال الديسير طوب. جربوه غادي يعجبكم 100% ان شاء الله. نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، ومرحبا بكم، هذه قناتكم، دائما غادي نحاول نقدم لكم اروع الاشياء. هنا السر الوحيد هنا اننا الحليب كنستخدموا الحليب باستوريزي، لان لو نخدموا الحليب العادي غادي نحصلوا على نتيجه سيئه للغايه. وهنا كنصحكم دائما نصائح جيده، وما نخبي عليكم حتى حاجه باذن الله، غادي كنحاول دائما ننصحكم ونقدم لكم اشياء رائعه. وهذا ديسير ديال السيترون كيجي حار، كيجي زوين، بنين 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 100%. نتمنىكم تجربوه باذن الله، غادي يعجبكم صحاب السيترون اللي كيعجبهم السيترون. ها هو الديسير ديالكم، نتمنى تجربوه ان شاء الله. راه ديجا مازال ما تعطل، ها هو ديجا جمد ان شاء الله، وغادي نخليه مازال يبرد مازال.